الحمد لله. يلا دايمي صحتين تقبرني. انا فرجي بس يجي بدي امسع الرقبه تبعه، ولك ولد فصعون بده يرقصني على اخر الزمن. انا ليش هي اول مره امي؟ يا ما بيتاخر عن البيت وانت ساكتي له وما بتفتحي فمك قدامه بحرف. يا ريته يقضي ربع الوقت اللي بيقضيه بالحاره ولعب الدحان على دروسه. اذا راح على السينما مثل ما قال لي ماهر رفيقه على حفله الساعه 3 بده شي نص ساعه ليجي. امي لما صرنا لهلا كنا فرطنا من الجوع. حكي لي حمه، يعني الصبي راح بالغدا؟ انت عطيتي شي مصاري؟ حن قلب عليه امك، حن قلب عليه. شايف هلا لما يجي خديه بالاحضان. ايه امي اصلا انت اللي مدلعنتي. بعدين انا مو عطيته مصاري، هو ماله بحاجه، ما بيضل يدش منك من ورانا. جوز انت عطيتي امي. لك انا ما عطيته ولا فرنك ولا رق قلبي عليه، شو رايك؟ وهلا بس يجي دصين بدي افسخه. احمد امتى بيطلعوا من السينما؟ يعني شي 5:30 وبده ربع ساعة على يجي ليوصل على البيت، يعني شي 6 إلا ربع. امي؟ نعم. شو رأيك افتح محل بيع بنطلونات جينز بس؟ هدول بيربحوا كثير. ها؟ لك شبك مستلمني كل دقيقتين؟ لك طول بالك شوي، أنا رح رتب لكم مشروع يجمعكم ويلمكم ويأملكم مستقبلكم. بس أنت املي هالدفتر من إيدك، لا تشغل بالك بالحسابات. ألو نعم. مين؟ فرحان بدر الدجا. نعم شو بدك؟ نعم؟ لا ما غيرنا رأينا، مالك عنا شي، مالك غير ال 250 ليرة، هلا بنعطيك ياهن إذا بدك. شو؟ لا لك عنا ملايين ولا شي، ولا يحزنون. وينك؟ إذا بدك الفيديو والتلفزيون بعاد خدهم، ما عاد إلهم اللزوم عنا. شو محمد شبه؟